السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إخواني كمان نلاحظ الآن البيض فقس تقريبا بعد حوالي 4 أيام ونصف تقريبا. الآن البيض إذا نلاحظ فيه العيون السداسية يعني قد فقس وعمر اليرقات الآن صغير صغير لا تكاد ترى بالعين. الآن إحنا طعمنا كما نلاحظ الجزء الأول أو السدابة الأولى، نلاحظ اليرقان. هذه الأقمشة عبارة عن قماش مبلل بالماء ويتم تبليلها بالماء حتى لا تجف اليرقات في هذا الوقت من السنة. الآن نطعم بهذا الشكل. هذه طريقة الريشة. نلاحظ الآن إخواني أن هناك يرقة صغيرة على الريشة. هذه ريشة الرسم اللي أنا استخدمها، هذا القرص، عفوا هذا الكاس الأول. نضع اليرقة بهذا الشكل في نفس الاتجاه التي كانت عليه، بهذا الشكل. الآن اليرقة استقرت في داخل الكأس الملكي داخل السدابة. هذه طريقة استخدام الريشة اللي هي ريشة الرسم اللي احنا ذكرناها سابقا. الآن طريقة استخدام الريشة الصينية. هذه الريشة الصينية والإبرة الصينية بهذا الشكل. نختار يرقة من هنا، صغير جدا، الهنا هذه يرقة الآن صغيرة في ريشة أو في أداة التطعيم الصينية. نضعها بهذا الشكل. في نفس الاتجاه التي كانت يعني. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد، أخوكم سامي المعيدي، قناة النحال العربي الحر. واعذروني أن أصور الحالة، لو كان التصوير فيه شيء ممكن بعد ذلك يعني إن شاء الله يكون في أحد معي يصور. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.